السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك، معانا بس في قناة اعرف دينك هتحج وتعمل عمرة مجانية. أنا إزاي ده الأسعار زادت، والمملكة العربية السعودية فرضت رسوم على إنه يروح يعمل عمرة، وعمل عمرة السنة اللي فاتت، والحج بقى بأسعار غير. لا، احنا معانا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مشترك القناة النهارده هيطبقوا الحلقه دي عملي، وكلنا هنعمل حجه وعمره كامله بفضل الله عز وجل. ان كان الحديث فيه ضعف لكن بيقوي بعض اهل العلم او بيصححه بعض اهل العلم، لكن المجلس قائم بعد صلاه الفجر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فروى الترمذي وصححه الالباني وقال حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصلي عليه من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامه. ايه رايكم؟ يبقى حضرتك تعال نطبق الحديث، هنصلي الفجر في جماعه وهنقعد في المسجد لحد الشروق، وبعدين هنذكر في الفترة دي المولى عز وجل أو نقرأ القرآن ونقول أذكار الصباح، فبعد كده هنصلي ركعتين اللي هما الضحى، كتب لك بأجر حجة وعمرة تامة. بس عايزين نفرق، في فرق بين الجزاء والإجزاء. الإجزاء إن أنت خلاص عملت العمل، زي مثلا قراءة كل الله حتى تعدل ثلثي القرآن، ثلث القرآن لو انا قراتها 3 مرات تعدل القران كله. هل معنى كده ان انا زي اللي قرأ القران كله؟ هقول لا، اجزاك العمل. اما الجزاء خلي بالك، لا، فالحج فيه بذل المال وسعي البدن وتحمل المشاق، وهو فرض على القاضي المستطيع، وهو ركن من اركان الاسلام، لكن هنا الشبه في الثواب فقط. ولكن ليس معنى الحديث ان من فعل ذلك فقد ادى الحج او العمره وسقط عنه وجوب الحج والعمره، لا، لكن انت اجزاك القيام بالعمل. اما الثواب فمش ممكن يكون ثوابك زي اللي سافر وانفق وتعب لكن انت اجزاك القيام بالعمل. لكن المقصود هنا الحديث في ترغيب في ذكر الله عز وجل والجلوس في المسجد الى طلوع الشمس واداء ركعتين بعد ذلك. يبقى النهارده بسرعه هنطبق كلنا الحديث ده للنبي صلى الله عليه وسلم. اختي اللي هتصلي في بيتها مع امها او مع اولادها وهيصلوا جماعة، هيقعدوا لحد شروق الشمس يذكروا الله عز وجل، بعد كده يصلوا ركعتين الضحى. فإن صح الحديث فقد أصبنا الحج والعمرة بفضل الله عز وجل، ووصلنا للحج والعمرة اللي احنا يعني بنشتاق كلنا للحج، لأداء الحج ولأداء العمرة، وإن كنا حرمنا منها السنة دي بسبب غلاء الأسعار والرسوم اللي فرضت علينا في مصر وفي المملكة العربية السعودية. لكن أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقني وإياكم التتابع بين الحج والعمرة. بحبكم في الله، ولا ننسى أن ننشر هذه الحلقة بين كل أحبابنا على كل الجروبات، على الواتس وعلى الانستجرام وعلى الماسنجر وكل أحبابنا. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.